مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من حديث التعليمية، أهلا بكم جميعا. أعتقد أن أكتر ناس تعرف قيمة وقت الفراغ هي الناس المحرومة منه، الناس اللي أشغالها بتاخدها كتير لدرجة أن ما عندهاش فرصة لممارسة هواياتها ولا حتى تقرأ كتاب. فمهم جدا أن احنا نقدر قيمة الوقت ونعرف إزاي نستغله ونستثمره أحسن استثمار، وأعتقد من أفضل الأشياء اللي ممكن نعملها خاصة بالنسبة للطلاب اللي حاليا في فترة أجازة أن هم يتعلموا لغة جديدة أو يقووا نفسهم في اللغة اللي بيحبوها. طبعا دراسة اللغات مهمة جدا جدا جدا، هتفيدنا كتير في حياتنا، هي طبعا وسيلة مش بس للتواصل بين البشر ولكنها أيضا مهمة في خلق فرص للكثير من الوظائف الهامة في بلدنا أو في أي مكان في العالم. فدراسة اللغات حاجة مهمة جدا، يعني خاصة اللغة الإنجليزية اللي من بين حوالي 6500 لغة على مستوى العالم هي بتتسيد هذه اللغات وبتعتبر الأكثر أهمية على مستوى العالم والأكثر استخداما، لأن حوالي 1.5 مليار من بين 7.5 مليار شخص في العالم بيتحدثوا هذه اللغة ما بين لغة أولى ولغة تانية. فمهم جدا إن احنا نعرف قيمة هذه اللغة، مهم جدا إن احنا نعرف إزاي نستثمر أوقاتنا في دراسة أشياء مفيدة زي دراسة لغة. طبعا هو مش شرط اللغة الإنجليزية، لكن اللغة الإنجليزية مهمة، يعني حتى لو الشخص بيدرس لغة أجنبية أخرى مهم برضو إن هو يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية لأن إنها هتفيده كتير في حياته. على سبيل المثال مثلا العام الماضي في شهر 7 كنت من بين الناس اللي اختارتهم القناة لحضور دورة تدريبية في مجال الإعلام في كوريا الجنوبية، ويمكن قبل ما أسافر بدأت إن أنا أتعلم بعض مبادئ اللغة الكورية، اتعلمت الحروف، اتعلمت إزاي أقرأ، اتعلمت كلمات مهمة وعبارات هامة ممكن إن أنا أستخدمها هناك. لكن في واقع الأمر لما رحت كوريا لقيت إن أنا مش محتاج إن أنا أتعامل باللغة الكورية، ممكن بس بستخدم عبارات التحية اللي بتبقى جميلة إن احنا نستخدمها مع أهل اللغة، لكن غير كده لقيت إن فئة كبيرة جدا من الشعب الكوري بيتحدث اللغة الإنجليزية، بل وهناك الكثير منهم بيتحدثوها بطلاقة خاصة الشباب. فلقيت الحياة سهلة وجميلة وقدرت إن أنا يعني أقضي وقت جميل هناك، وحتى في محاضراتي اللي كنت بحضرها في الدورة كانت باللغة الإنجليزية، فما كنتش بحاجة إلى الاستعانة بالمترجمة. وبرضو لما كان بيطلب مننا أبحاث كنت بقدم الأبحاث والبرزنتيشن بتاعتي باللغة الإنجليزية، فطبعا كانت بتفيد كثيرا في التواصل بيني وبين المقيمين للبرزنتيشن الخاصة بيا، وبالتالي كانت حاجة يعني مثمرة جدا ومفيدة إن يكون في تواصل بيني وبين من يقيمني ويسألني براحته وأجاوب يعني بدون الاستعانة بأي مترجم. ده غير إن الشعب الكوري نفسه شعب مثقف، شعب جميل، شعب راقي متحضر، بيعرف قيمة الجمال ويعني ودود جدا، لدرجة إن احنا ممكن يعني واحنا في كوريا كنا بنتكلم مع أي حد في أي مكان، وممكن كمان كنت بأقيم أحاديث طويلة باللغة الإنجليزية مع أهل هذه البلد الجميلة. وطبعا اتعرفت كتير على حياة الناس هناك، اتعرفت على ثقافتهم، تبادلنا الكثير من الآراء والأفكار والمعلومات عن البلدين، وأعتقد إنها كانت حاجة مفيدة جدا. فتخيلت نفسي لو أنا ما كنتش أعرف لغة إنجليزية بالتأكيد كنت هشعر بغربة ويعني عزلة شديدة هناك. فطبعا مهم جدا إن احنا نهتم بدراسة اللغة الإنجليزية تحديدا اللي هي تعتبر برضو من أسهل اللغات اللي ممكن نتعلمها، وإن كانت ثرية وغنية بمفرداتها وعباراتها لكنها سهلة جدا في التعلم. ويعني أتمنى إن حضراتكم النهاردة تشاركونا في هذه الحلقة، من خلال هذه الحلقة هنقدم لكم يعني معلومات قيمة عن إزاي نتعلم هذه اللغة، إزاي نصل إلى مرحلة إجادتها، وطبعا مستنيين مشاركاتكم وعايزينكم تكلمونا عن تجربتكم الشخصية
في تعلم اللغة، إذا كان حد منكم بالفعل يعني وصل إلى مرحلة جيدة فيها، أو إذا كان حد عنده صعوبات في تعلمها، أتمنى المشاركة. حلقتنا مش هتكون جميلة إلا بوجودكم معنا. معي في هذه الحلقة أستاذ عبد الحليم مصطفى، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم. برحب بحضرتك أستاذ عبد الحليم، منورنا. يعني طبعا في البداية يعني عايز برضو حضرتك تأكد لنا على أهمية دراسة اللغة الإنجليزية وفوائدها العظيمة اللي ممكن تعود على الشخص لما يتعلمها ويتعلمها بشكل جيد. تعتبر اللغة الإنجليزية من اللغات المهمة جدا على مستوى العالم، لأنها لغة عالمية. عالمية يعني حضرتك بتستخدم على مستوى العالم أجمع. لغة رسمية، لغة رسمية حضرتك بنشوف جوازات السفر، بنشوف الأوراق الرسمية مدون فيها أي اسم أو أي بيانات بالطابع الرسمي العالمي، لذلك اللغة الإنجليزية تعتبر لغة رسمية. يبقى اتفقنا أنها لغة عالمية. ثانيا هي لغة رسمية للتعامل بها سواء في أوراق أو في جوازات سفر أو شهادات جامعية أو شهادات تخرج. ثالثا هي لغة تواصل، زي ما حضرتك قلت على التجربة بتاع حضرتك، لغة التواصل يعني هي اللغة الوسيلة المثلى لامتداد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة وبين البشر في كل مكان. فعلى سبيل المثال لو شخص عربي مثلا لا يجيد اللغة الأسبانية وسافر إلى أسبانيا والتقى مع أحد الأسبان، نجد أن الأسبان أو في كوريا زي ما حضرتك قلت يتقن اللغة الإنجليزية، فبتكون هي الوسيلة أو هي الطريقة المثلى للتعامل، فبالتالي بنسميها لغة تواصل. يبقى هي لغة رسمية، لغة عالمية، لغة تواصل. رابع حاجة لأهمية اللغة الإنجليزية هي لغة العلم، بمعنى أن كل القواميس، كل التراجم، كل الجوانب الطبية والكتب المترجمة هي مكتوبة باللغة الإنجليزية، وبالتالي فتعلم اللغة الإنجليزية ضروري جدا بالنسبة لطلبة العلم، لأن مش هينفع طالب العلم يدرس باللغة العربية، وخصوصا طالب الطب والهندسة والصيدلة اللي هي الكليات العملية. خامس فايدة للغة الإنجليزية بنسميها لغة اقتناص الفرص، بمعنى أن اللي بيتعلم اللغة الإنجليزية تفتح أمامه الأبواب الموصدة. يعني اللي بيتعلم اللغة الإنجليزية وبيلقى فرصة سواء في عمل، في شركة، في شغل، في مجال من مجالات الحياة، يبقى هي لغة اقتناص الفرص. بالنسبة لأهمية اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية ضرورية وعملية جدا جدا، يجب أن الناس تتعلمها. تاني حاجة، اللغة الإنجليزية ملك لمن يتحدثها ويستخدمها بغض النظر عن جنسيته. حضرتك تعلم اللغة الإنجليزية لا يتناقض مع أي فكر أو أي منطق، لأنها بتفيد المجتمع. اللغة الإنجليزية هي طريقة تفكير باعتبارها تمثل وسيلة الاتصال بين طرف وآخر والتعرف على ثقافته. يعني اللغة الإنجليزية هي مفتاح الثقافة الأجنبية، مفتاح الثقافة الأجنبية. يعتبر إجادة اللغة الإنجليزية زي ما سعادتك قلت في التجربة بتاع حضرتك سابقا، يعتبر إجادة اللغة الإنجليزية نوعا من أنواع الذكاء، وبيسموه الذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي، اللغة الإنجليزية تشكل رصيدا مهما يضاف إلى مخزون الفرد الذهني. يعني رصيد عنده، يعني بينمي ملكاته وملكات الحفظ عنده. اللغة الإنجليزية تعتبر أداة التواصل بين الشعوب والثقافات، ومن يمتلكها يمتلك هذه الأداة. من يمتلك اللغة الإنجليزية يمتلك أداة التواصل ويستطيع الاتصال مع الآخرين أو مع الناس الثقافات الأخرى. تعلم اللغة الإنجليزية بيساعدنا حاليا في الوقت الحالي في الاستجابة لتحديات العالم والمعرفة التكنولوجية اللي هي حوالينا، وتكنولوجيا التعليم وطرق التعليم الحديثة. حضرتك بقى بالنسبة للطرق المثلى لتعلم اللغة الإنجليزية، ازاي نعلم اولادنا سواء صغيرين او كبار او في الجامعه او حد عايز ينمي مهاراته في تعلم اللغه الانجليزيه. رقم واحد، اكتساب حد ادنى من الكلمات والمفردات اللغويه. حد ادنى للطالب، طيب اذا كان تلميذ صغير او ولد صغير بيتعلم او يكتسب هذه المفردات اللغويه عن طريق الصور. مش لازم يعني انا لما اوري الطفل الكلمه اوري له الصوره الاول، وبعدين بعد ما اعرفه الصوره اعرفه الكلمه وطريقه النطق. باكتساب الحد الأدنى من الكلمات والمفردات بيكتسب الثروة اللغوية في تعلم اللغة. رقم 2، بنتبع نظريات التعلم الحديثة التي تركز على أن الطالب عامل ومتفاعل مهم في العملية التربوية، ومش يقعد سلبي كده ويستمع فقط، لا،
لان طريقه المناقشه اهم جدا. تشجيع التلاميذ حضرتك ثالث حاجه بقى، تشجيع التلاميذ على اقتناء واستخدام استعمال القواميس اللغويه، قواميس اللي فيها الكلمات والمفردات اللغويه التي تناسب كل مرحله عمريه. استغلال الانشطه المدرسيه، يجب ان في المدارس نستغل الانشطه المدرسيه زي الاذاعه، النشرات، المجلات الحائطيه. نشجع التلاميذ على الاستخدام العفوي التلقائي للغه واستخدامه في سياق حقيقي وواقعي. يعني زمان واحنا طلبه في الثمانينات كان بيدرسوا لنا اللغه الانجليزيه دكاتره اجانب، دكاتره الاجانب كانوا هنا في مصر بيتعاملوا معانا باللغه اللي هي المذر ستانج، اللغه الام. استخدام البريد الالكتروني ووسائل العصر الحديثه او وسائل العلميه بتزود الطلبة وبنزودهم بالأشرطة المختلفة ونشجعهم على استخدام اللغة في الجوانب الحياتية بشكل حقيقي وواقعي وعملي، مما يترجم مقولة أن اللغة وسيلة تواصل وتخاطب مع الآخرين، وأنها اللي هي اللغة ليست هدفا في حد ذاته، بل إنها وسيلة للتواصل الاجتماعي الهادف والبناء. تمام، خلصت؟ خلصت، تفضل. تمام. يعني طبعا دراسة اللغة في المدرسة بتختلف كثيرا عن دراستها بشكل عام. تمام. دراسة اللغة في المدرسة للأسف برضو فيها جوانب قصور كبيرة، لأن بيتم التعامل مع اللغة في المدارس على أنها منهج وليست لغة، فبيكون في مهارات كثيرة مهمة بتفتقدها المدرسة، مش بتوصلها للطلاب، خاصة مهارة الاستماع والتحدث. مدرس في المدرسة بيشرح باللغة العربية، يشرح اللغة الأجنبية باللغة العربية، مفيش وسيلة استماع لمتحدثي اللغة، قلما توجد معامل في بعض المدارس للاستماع، ومع ان الامر مش محتاج معامل خاصة. يعني برضو يعني التركيز بيكون على الشرح باللغة العربية، وبالتالي الطالب ما بيتعودش ان هو يسمع اللغة، ما بيتعودش يستخدمها، حتى عملية تقييمه بتتم برضو كتابة. فبالتالي هنا الموضوع يعني لابد ان احنا يتم تغيير هذا الامر، وفي مرحلة التطوير الجديدة يعني منتظرين الكثير من التطوير، خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغات في المدارس المصرية. تمام حضرتك. في طرق التدريس للغة الإنجليزية، هو يجب على المعلم انه ما يتكلمش اللغة العربية في الفصل، ويجب ان الطالب ما يكونش سلبي، ويجب ان المعلم يستخدم طريقة المناقشة بحيث ان هو سواء بيدرس اليونت او الوحدة اللي بيدرسها بيستخدم المناقشة مع الطالب عشان يخلي الطالب يتكلم اللغة ويسمع، لان اللغة بتعتمد على اربع مهارات حضرتك: الليسننج استماع، وبعدين السبيكينج والريدينج، تعتمد على اربع مهارات اللي هو الاستماع والكلام والانصات يعني، ولازم المناقشه اهم حاجه في طرق تعلم اللغه الانجليزيه. بالنسبه للمدارس حضرتك، هو احنا لو قلنا انه يجب ان يكون هناك معامل متقدمه لتدريس اللغه الانجليزيه في المدارس، هتبقى مكلفه جدا. دي ممكن المدرس، الموضوع مش محتاج معامل. تمام. هو ممكن حضرتك المدرس لو ما فيش معامل موجوده في المدارس او لتدريس اللغه، في شرايط كاسيت، احنا كان على ايامنا كده شرايط كاسيت، وكنا بنسمع حضرتك اللغه وبعدين بنردد ورا اللي بنسمعه ونتعلمه. طيب حضرتك لما نقول ان الطالب يقعد مستمع فقط، لا، المفروض الطالب يتناقش مع مدرسه وما يتناقش باللغه العربيه، يتناقش باللغه الانجليزيه. احنا دلوقتي بعيدا عن جو المدارس، تمام، عايزين نتكلم في ازاي الطالب يكتسب اللغه بشكل سريع بشكل مفيد. ايه الحاجات اللي طبعا دراسة اللغة في حد ذاتها ممتعة، الواحد لما بيتعلم لغة اثناء عملية التعلم بيتعرف على حاجات كتير، يعني بيكتسب معرفة ايضا في نفس الوقت اللي بيتعلم فيه اللغة. فعايزين ندي بعض النصائح الهامة للطلاب ازاي يتعلموا اللغة، ازاي او نفسهم في اللغة في الفترة اللي هم فيها في اجازة حاليا، بعيدا عن المناهج الدراسية، وهم في الوقت ده لو فعلا قدروا يستغلوا كل المصادر المتاحة ليهم، بالتأكيد ده هيفيدهم في دراستهم برضو، وهيكونوا أقوى بكثير في اللغة. فأهم حاجة بالنسبة لأي حد بيتعلم لغة إنه يتعلمها كلغة وليست كمنهج، لأن المنهج برضو محدود، المنهج مش بيتيح الفرصة للوصول إلى جوانب كثيرة ومهارات كثيرة متعلقة باستخدامنا للغة. تمام حضرتك. هو المفروض الطالب دايما، احنا كنا نقول للطالب في وقت الفراغ، ابعد بقى عن الطالب، خلينا نتكلم عن الدارس، عن الدارس اللي عايز يتعلم اللغه. حضرتك لو حفظ كل يوم 10 كلمات
كل يوم 10 كلمات على مدار الشهر هيتفاجئ انه حافظ حوالي 300 كلمه. يعني المساله ما عايزه تدريب. طيب ده برضو فكر مدرسي؟ لا يعني مش فكر مدرسي. انا عايز اقول ايه، ان احنا لما نيجي نتعلم اللغه افضل حاجه انها بتكون في خلال سياق، في خلال يعني سياق. انا لما اتعلم كلمات زي ما حضرتك بتقول مش هتعلم كلمات امسك قاموس وافتح القاموس واطلع كلمات. تمام. لا، المفترض ان انا مثلا بدرس حاجه، بقرا حاجه، قطعه مثلا او مثلا خبر في جريده او اي حاجه، ومن خلال الخبر او الموضوع اللي انا بقراه بخرج الكلمات اللي انا اتعلمتها وبكتبها على جنب، بسجلها عندي، بعرف معانيها. ومهم كمان ان انا احاول استخدم قاموس نفس اللغه، يعني قاموس انجليزي انجليزي مش قاموس انجليزي عربي. ما فيش مانع نستخدم قاموس انجليزي عربي، لكن يكون بعد استخدامنا للقاموس انجليزي انجليزي، لان دي حاجه هتكون مفيده جدا. واعتقد الاونلاين ديكشنريز يعني على الانترنت مليانه، يعني كتير جدا. هو حضرتك الطالب القراءه مطلوب، بس عشان يقرا الدارس، احنا بنتكلم على الدارس مش على الطالب. اتفقنا ان الطالب بيلتزم بمنهج محدد، والمنهج اللي بيلتزم بيه محدد ما هو كله اجزاء من اهم الاجزاء في المناهج اللي بيدرسها الطالب لحد المرحله بتاعت الثانويه العامه. المواقف، ازاي يتعامل، ازاي يرد، ازاي يرد على التحيه، يرد السلام، يتعامل مع طبيب، يتعامل مع زائر، يتعامل في سينما، يتعامل في مدرسه، يتعامل مع مدرس. المواقف الحياتيه كلها بشتى انواعها. انما احنا حضرتك دلوقتي اذا اتكلمنا على الدارس، فالدارس لازم يكون عنده برضه ثقافه لغويه اما مسبقه واما تاليه. التاليه بحفظه الكلمات، مفردات اللغه، حفظه للكلمات والقراءه زي ما حضرتك قلت. انا ما عنديش مشكله في ده، بس انا بقول حفظه الكلمات والقراءه من خلال والقراءه زي ما حضرتك قلت. يعني ما ينفعش مثلا هو يجيب قاموس ويقعد يحفظ فيه الكلمات. لا لا لا، حضرتك القراءه، يقرا روايه، يقرا ادب، يقرا قصه، يقرا خبر، يقرا عنوان. واذا وقف امام معنى كلمه يستخرجها من القاموس الموجود معاه. يا اما هناك اهم من الكلمات وهي العبارات. يمكن دايما في المدارس بيقولوا لنا احفظوا كلمات، لكن الاهم من الكلمات العبارات. الفهم نفسه حضرتك. هناك عبارات كمان يعني لها علاقه بحاجه اسمها يعني تعابير اصطلاحيه او ايديومز في اللغه الانجليزيه. الايديومز دي مثلا ما ينفعش ان الشخص يعرف معناها الا لو عرف معناها من القاموس. ما ينفعش ان هو يخمن معناها، عباره عن مجموعه من الكلمات لها معنى مختلف تماما عن المعنى الاصلي ليها. فبالتالي مهم جدا ان يكون عنده معرفه بحاجه اسمها ايديومز، العبارات الاصطلاحيه، حاجه اسمها الفريزال فيربس اللي هي العبارات اللي بتاخد حروف جر، الكالوكيشن. الكالوكيشن دي برضو مهمه جدا، اتكلمنا عنها. وحضرتك احنا اتكلمنا عن الكالوكيشن. حضرتك احنا لما ايه الكالوكيشن حضرتك؟ تمام. احنا حضرتك لما نتكلم عن الكالوكيشن او نتكلم عن الفريزز او الجمل او الايدمز، لازم الاول نتفق على ان الدارس قبل ما يعرف المصطلحات دي لازم يبقى عنده ثقافه لغويه، لازم يبقى عنده اساس. حضرتك ما ينفعش نجيب دارس بيتعلم اللغه بنقول له تعالى اتعلم اللغه الانجليزيه وبعدين نقول له تعالى اتكلم مع واحد بريطاني. لازم حضرتك الاول ننمي جواها الثقافه، ننمي جواها اللغه، يحفظ الكلمات، يعرف التعبيرات. حضرتك بتقول يستخدم قاموس انجليزي انجليزي ازاي وهو لسه بيدرس في البدايه؟ انا قلت ممكن يستخدم قاموس انجليزي عربي، بس لا لا، حضرتك في قواميس مهيئه للمتعلمين الدارسين. سعادتك بتقول حضرتك ومش في المدارس بيستلموا قاموس انجليزي انجليزي؟ اكيد. لازمته ايه؟ لا ده للطالب، لان الطالب غير الدارس. ايوه، لازمته ايه؟ الدارس قد يكون حضرتك بيدرسه ولا لا؟ بياخده ولا لا؟ ما حضرتك ثواني بس. يبقى اذا دي حاجه مهمه، يعني وزاره التربيه والتعليم نفسها بتسلم قاموس انجليزي انجليزي للطالب. يا فندم الدارس قد يكون هاوي. نعم. وقد يكون دارس، قد يكون هاوي اللغة وليس التخصص بالنسبة له، وقد يكون دارس مواد أخرى ولكن اللغة بالنسبة له أصل في الدراسة. بمعنى نقول على طالب الطب، طالب الطب حضرتك دارس ولكن اللغة الإنجليزية بالنسبة لغة علمية. له لغة علمية. يبقى زي ما اتفقنا إن اللغة هي لغة علم ده طالب الهندسه، لكن احنا مش بنتكلم عن اللغه العلميه، بعيد عن اللغه العلميه، احنا بنتكلم عن اللغه الاجتماعيه. تمام. لغه الحياه اليوميه، اللغه اللي احنا ممكن نستخدمها في التعامل اليومي مع الناس، سواء على الانترنت او حتى فيس تو فيس. طب انا هقول لسعادتك تجربه انا شفتها بنفسي في تونا الجبل، كمكان مزار سياحي يعني عالمي. انا شفت رجل مصري اصيل لا يجيد القراءه والكتابه ويتكلم اللغه الانجليزيه بطلاقه ولغات اخرى. اعترض مع حضرتك في النقطه دي لسبب. اتفضل. هو حضرتك بتشتغل ايه هو اللي بتقول عليه ده؟ ده راجل شغال في السياحه. في السياحه. هل حضرتك ده معاه قاموس؟
هل حضرتك لا 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 بتحفظ كلمات؟ لا لا بص هقول لحضرتك على حاجه. هو بالنسبه مثلا للعمل السياحي والحاجات دي، ناس ما هو في واحد بيسافر بره بيكتسب اللغه، تمام، التعامل مع اهل اللغه في حد ذاته بيعلم كتير. تمام، هو ده اللي عايزين نقوله بقى. بس ما تقوليش بيتقن اللغه، لان عشان يتقن اللغه لابد من الدراسه الاكاديميه ليه. بص ما تقوليش ان في حد ممكن يتقن اللغه العربيه بدون دراستها طبعا، فبالتالي نفس الكلام بينطبق على اي لغه اخرى. لا بس هو حضرتك المتحدث للغه الانجليزيه، متحدث اللغه الانجليزيه هي لكنات زي اللغه العربيه، ما احنا عندنا في اللغه العربيه، اللغه العربيه هي لغه اصل، تمام. ولكن حضرتك احنا عندنا في اللغه العاميه لكنات الاكسنت، يعني عندنا في اللغه الانجليزيه نفس اللكنات موجوده حضرتك في البريتش وفي الانجليزي اللي هو الامريكاني. مش عايزين نخرج عن مسار سؤال حضرتك، المسار السؤال الدارس، الفرق بين الدارس والطالب. قلنا الطالب يلتزم بمنهج محدد. ان حضرتك على الهوا ولا خرجنا؟ احنا على الهوا. تمام، الطالب معليك بيلتزم بمنهج محدد. تمام، المنهج المحدد مقسم الى وحدات، الوحدات فيها كلمات فوكابلري لازم معليك يحفظ الكلمات. ثانيا بيلتزم بالجرامر اللي موجود في هذه الوحدات. بعد الجرامر بيلتزم بالمواقف. لازم حضرتك الطالب عشان ينهي هذه الوحده يخرج منها مستفيد حاجه جديده، اضاف للغته حاجه جديده عن طريق المعلم جوه الفصل، عن طريق الكلمات اللي حافظها. احنا اتفقنا يا سيدي ان طيب احنا عايزين نخرج من سياق المدرسه، جاي ابعد عن جو المدرسه. تمام، احنا دلوقتي عايزين نتكلم، نقدم نصائح لاي دارس. تمام، بيدرس اللغه الانجليزيه بعيدا عن المدرسه. هو ده معلش احنا في فتره اجازه. هو ده اللي انا جاي له اهو. حضرتك بنقول ان وسائل تكنولوجيا التعليم حديثه جدا، متوفره وموجوده سواء على النت او غيره او المنصات الموجوده ايا كان اسمائها. حضرتك اللي عايز يستفيد في فترة الأجازة أو في غير الأجازة في تعلم اللغة، في تعلم اللغة لازم الأول يسمع لغة سمعية. حضرتك بيسمع اللغة بدليل الطفل الصغير. يسمع إيه؟ إيه المصادر اللي يسمعها؟ يسمع من على النت، يسمع من على تكنولوجيا التعليم، يسمع من القواعد، يخش كيفية تعلم اللغة الإنجليزية. إيه المصادر؟ يعني قول لنا، قول لنا أماكن محددة الطالب يسمع إيه ويسمع منين؟ تمام، في حضرتك حوالي 10 مواقع موجودين عاملهم وزارة التربية والتعليم والوزارات المشتركة معها يا فندم. الوزارات دي منها موقع اسمه موقع رواق. مواقع كتيرة جدا موجودة في تكنولوجيا التعليم الحديثة. اللي يخش لتعلم اللغة الإنجليزية ومواقع مجانية كمان. تمام، ومواقع مجانية بعيدا عن المواقع دي. فضل. يعني اللغة يعني فيها ميزة ان احنا ممكن نصل من خلال مثلا وسيلة زي الانترنت لمواقع اجنبية. تمام، مصادر من اهل اللغة نفسه. بص حضرتك بقى، بعيدا عن المصادر ديت، لو هو مش يخش على تكنولوجيا التعليم والوسائل الحديثة ومواقع اللي هي موجودة، احنا هنشوف بقى اي حاجة اسمها وسائط التربية. لازم نرجع هنا لحاجة اسمها وسائط التربية في التعليم نفسه. ايه وسائط التربية حضرتك؟ وسائط التربية رقم واحد الإعلام، الرحلات، النوادي، المساجد، الكنائس، الأسرة. خلينا في دور الأسرة بقى، وده أهم دور، دور الأسرة. احنا اكتفينا ببعض ذكر بعض وسائط التربية والتعليم أو التعليم إزاي العيل يتعلم. هنخلينا في الأسرة. أنا عايز أعلم طفل عندي أو ابني، أنا بعلمه وأقول له الكلمة قدامه وينطقها له مرة واثنين وثلاثة. طيب الكلمة صعبة عليه، أوريها له علاقة صورة، شاور له على الصورة أقول له ده، أرسمها له دي شجرة. بعد ما أرسم له الشجرة أعرفه اسمها باللغة الإنجليزية، بعدين أعرفه على شكل الحرف. حضرتك ده إذا كان طفل. طب إذا كان دارس أو حد كبير بقى وعايز يتعلم اللغة، لو حضرتك حد كبير وعايز يتعلم اللغة سواء في من الشعب أو من عامة الشعب، هو بيسمع، ممكن يجيب يستخدم كاسيت، يستخدم شرائط، يستخدم كاسيت. هو في كاسيت؟ ما فيش ليه؟ الكاسيت ده كان على ايامنا وكان له دور رئيسي جدا جدا، وكنا بنبقى مع مسجل عليه الوحدات واليونتات اللي بنستخدمها. وحضرتك ما تعرفش حضرتك ان في التعليم المفتوح شرائط بتبقى مسجل عليها اليونتات بتاعت الكاسيت اللي هي بتذاع وبيسمعوها الدارسين، بيسمعها الدارس حضرتك. يبقى اتفقنا ان اللغه الانجليزيه مهمه جدا، اتفقنا انها لغه عالميه، اتفقنا انها لغه رسميه سواء عن طريق تعاملها في الاوراق أو جوازات السفر أو الشهادات العلمية، اتفقنا في أهميتها. وحضرتك أشرت الجزئية مفيدة جدا جدا إنها لغة تواصل، وقلت إن أنت لما سافرت كان لازم تتعلم اللغة الكورية. ولكن لا أنا قلت ما كانش لازم يعني، بس أنا لقيت إن ولكن أنا لما رحت لقيت إن أنا مش محتاجها. ولكن لما لقيت إن الناس بتتكلم باللغة الإنجليزية ليه؟ لأنها لغة عالمية، لأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية.
حضرتك لو ما رحتش كوريا بس، لو رحت اسبانيا، رحت الصين، رحت الهند، رحت اي مكان في العالم. طيب سمح لي بس، معانا اتصال احمد من اسيوط. ازيك يا احمد؟ احمد معايا؟ احمد ممكن تتكلم؟ وائل بعد اذنك يعني، شوف التليفون ألو، فيه ايه. ايوه اهلا بيك السلام يا عليكم. احمد. عليكم السلام. ألو، اهلا بيك يا احمد. طيب انا ألو، معايا، سامعني يا احمد؟ ايوه سامع. طيب اتكلم اتفضل. كنت عايز اكلم الاستاذ عبد الحليم. تمام. احمد انت طالب الازهري؟ انت طالب ازهري؟ ممكن تسمعنا من خلال التليفون؟ ثانوي عام. عليكم السلام. ممكن تسمعنا من خلال التليفون بعد اذنك؟ ثانوي عام. اتفضل يا احمد. طيب خلاص وائل بعد اذنك ننهي المكالمه ويتصل تاني بعد اذنك. طيب نرجع ليه كلامنا. فطبعا الوقت ده مهم جدا ان الطلاب يستغلوه في تعلم اللغه الاجنبيه، واحنا يعني عايزين من خلال هذه الحلقه نقدم لهم نصايح في المصادر اللي يستخدموها، يعملوا ايه عشان ينموا اللغه. حضرتك طبعا ذكرت ان مهم ان الطالب يعرف كلمات كتيره، ودي طبعا مهمه، ولكن طبعا الافضل ان هو بيعرفها يقرا من خلال روايه، سياق، قصه، يقرا قصص اطفال مثلا، يقرا اي مصدر قدامه موجود عنده. عندنا وسيله الانترنت عليها مواقع كثيره جدا لتعليم اللغات، في موقع زي اليوتيوب لو كتب بس learn English او حتى تعلم الانجليزية ممكن هيلاقي مصادر كتيرة. لكن انا عايز اركز على اهم حاجة، ان احنا طالما بنتعلم فلازم نعرف ان احنا يعني اللغة عبارة عن بحر، يعني احنا بنرمي نفسنا فيه، بنتعلم من اي حاجة بتقف امامنا او حاجة بنقابلها في حياتنا. فبالتالي ممكن ضروري جدا ان احنا نعمل يعني notes، اي حاجة بنتعلمها بنعمل لها، بنكتب لها نوتس، والنوتس دي من وقت للتاني نراجعها. فكلمنا حضرتك عن أهمية النوتس في المذاكرة. تمام. وحضرتك الطالب يجب أنه هو في بداية العام الدراسي أصلا بيحدد جدول لمذاكرته، بيحدد فيه المواد اللي يذاكرها وبيسيب ده. طبعا ده في بداية العام الدراسي، احنا هنتكلم على دلوقتي إذا كنا هنتكلم على الفترة الوجيزة اللي باقية ديت، فهو حضرتك الفترة الوجيزة المتبقية بيعمل نوتس صغير كده، هو راجع كام يونت، راجع كام درس، تعامل. طيب اسمح لي، معانا اتصال مي من القاهرة. اهلا بك يا مي. الو، اهلا بحضرتك. اتفضلي يا مي. طالبة في سنة كام؟ انا في تانية ثانوي. تانية ثانوي، تمام اتفضلي. تمام. طيب لو سمحت انا كنت عايزة اتكلم مستر عبد الحليم. معاكي مستر عبد الحليم. اتفضلي يا مي. ازيك يا مي؟ أهلا يا مي. لو سمحت انا كنت حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه ان الطالب علشان يتعلم اللغه الانجليزيه هو بيتعلم من خلال السيتويشن اللي بيمر بيها، سواء مع دكتور او مع اكثر من شخص. تمام. فانا محتاجه ان حضرتك تراجع معانا الجزء بتاع السيتويشن ده، وكمان الجزء الخاص بالازمنه. حاضر يا فندم. هو طبعا احنا مش في حلقه دراسيه يا مي، احنا بنتكلم في حديث حواري، يعني هي مش حلقه تعليميه، مش بنشرح مناهج. باذن حضرتك. يا مي هعمل لحضراتكم مراجعه على اليوتيوب، على اليوتيوب ان شاء الله. شكرا ليكي مي من القاهره. يعني طبعا احنا في الحلقه يا جماعه احنا بنتناقش في ازاي ننمي اللغه عندنا، لكن مش بنشرح دروس معينه. تمام. فطبعا زي ما قلت لحضرتك اللغه دي عباره عن بحر كبير جدا احنا بنرمي نفسنا فيه، بنتعلم من اي مصدر موجود حوالينا سواء على الانترنت او في كتب. في طبعا الكتب برضو مهمه جدا وضروريه جدا، ويعني يا ريت ان من وقت لاخر نتردد على المكتبات، ايه الكتب اللي حضرتك تنصح ان الطلاب ان هم مثلا يبحثوا عنها فيما يتعلق باللغه بعيدا عن المناهج. وحضرتك احنا كنا بيدرسوا روايات زي أوليفر تويست، ذا وذرينج اوف هايتس، روايات لشكسبير. المهم حضرتك احنا بنقول للطالب الصغير، الطالب الصغير اللي هو ابتدائي واعدادي، مش هنقول له روح دور على روايه ولا دور على اسم كتاب، احنا بنقول له حضرتك
يدور على حاجة صغيرة موضوع عنده في كتابه، في كتاب القراءة، في كتاب المدرسة. حضرتك كتاب المدرسة فيه قطعة جميلة جدا مفيدة، فيها ثراء لغوي جميل جدا لما يقراها ويراجع الكلمات بتاعتها ويراجع الجرامر اللي عليها ويراجع المواقف فيها يستفيد جدا. أما الطالب بقى حضرتك الكلام ده، المراجع والكتب والقواميس، المفروض بتبدأ مع الطالب من بعد الثانوية العامة، بعد ما يدخل الجامعة، لأن هي دي مرحلة البحث وهو المفروض فعلا التعليم. بس المكتبات برضو ممكن يلاقي فيها مثلا حاجة زي قصص أطفال. قصص الأطفال دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، ممكن يلاقي فيها مثلا مرجع للقواعد، سواء باللغة الإنجليزية لو هو قادر على كده وفي كتب مبسطة، أو مثلا باللغة العربية يبقى شرح القواعد باللغة العربية. لكن التركيز إزاي الواحد، يعني كتير من الطلاب مثلا بتلاقيهم بدأوا الدراسة من أول المرحلة الابتدائية لحد ما وصلوا للثانوية العامة ممكن شاطرين جدا في حل الامتحانات، لكن تيجي تتكلم معاهم للأسف مفيش اي قدره على الكونفرسيشن. فازاي حضرتك الشخص ينمي عنده لغه الكلام اللي هي لغه الحياه اليوميه، اللغه اللي هو اكتر هيستخدمها في حياته اكتر من اي حاجه تانية؟ تصور حضرتك ان ده اهم من الدراسه نفسها. بمعنى الطالب لما يحاول يستخدم اللغه كلغه للتواصل الاجتماعي اهم من انه يستخدمها للدراسه، لانه للدراسه زي ما حضرتك قلت. طيب ازاي يعمل ده؟ ما انا هقول لحضرتك ازاي يعمل. يتكلم مع زمايله في الفصل، يتكلم مع اصدقائه، يتكلم مع مدرسه، يتكلم باللغه الانجليزيه، يتكلم مع صديق له، يحاول يخلي لسانه يتعود على النطق. تمام، هنكمل الجزء ده، ولكن معانا اتصال منا من البحر الاحمر. اهلا بيك يا منا. اهلا، ازيك يا مستر ياسر؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. فضلي. احنا بنحب نتابع حضرتك جدا على فكرة. ربنا يكرمك يا رب، الف شكر. انا كنت عايزة يعني اقول ان هو احنا مثلا زي الطلاب دلوقتي احنا قاعدين في الحظر وكده، فمش بنروح مدرسة او كده، فلازم التعليم بقى عبر الانترنت وكده. فاحنا مثلا بتهتمي بتعلم اللغة الانجليزية؟ اكيد في كورسات مثلا بتتعمل اونلاين، بتبقى مجانية، وكمان احيانا بتدي شهادات. تمام. ونميتي لغتك كويس؟ يعني انت مثلا قادرة على استخدام اللغة في الكلام؟ يعني بحاول يعني. تحاول. تمام، هل في اي صعوبة بتواجهك في تعلم اللغة؟ لا. ماشية فيها كويس يعني؟ يعني هي كورسات مثلا بتهتم بالمهارات كلها، زي مثلا listening, speaking, writing، كل المهارات دي بيبقى بقى في الكورسات وكده بتنميها. بتهتمي بكتابة نوتس؟ بهتم بايه؟ بكتابة نوتس، ملاحظات يعني وانتي بتذاكري؟ حاجة مهمة جدا صح؟ ايوه. تمام، انتي طبعا ثانوية عامة السنة الجاية. لا انا داخلة ثانية ثانوي. داخلة ثانية ثانوي، يعني قربتي خلاص برضو. الوقت ده يعني لو استغلتيه كويس في تعلم اللغة وفي زيادة معلوماتك فيه اعتقد هتستفيدي كتير. ايوه ان شاء الله. تمام، في اي حاجة عايزة تقوليها تاني؟ لا شكرا. شكرا ليكي منة الله من البحر الأحمر. نرجع تاني ليه، يعني ازاي ننمي لغة التحدث، لغة الكلام، ازاي اطور نفسي، ازاي عايز اكتسب الثقة، عايز اتكلم كده عادي زي ما بتكلم عربي اتكلم انجليزي، عايز لما اسمع فيلم مثلا اجنبي افهمه مش محتاج ان انا اترجم، ازاي نعمل ده يا استاذ؟ تمام، حضرتك اتفقنا على ان من اهم المهارات اللي هو لو الطالب او او اي حد او الدارس عايز ينمي اللغة الإنجليزية عنده لازم يتكلم. لازم يتكلمها، حتى لو هينطق غلط في الأول مش مشكلة، أكيد هينطق الكلمة غلط أو اللفظ أو الجملة يلاقي حد يصحح له إذا كان صديق أو معلم أو زميل. يبقى الكلام، لأن احنا اتفقنا أن مهارات اللغة أربع مهارات، قلنا القراءة والكتابة والاستماع والليسننج والسبيكنج والرايتنج. تمام، يبقى لازم تتكلم. طب تتكلم إزاي بقى؟ طب حضرتك ما فيش حد بيتكلم معاه في البيت، نفترض ما فيش حد متعلم يتكلم انجليش معاه. تخش على وسائل التكنولوجيا، وسائل التعلم الحديث، تخش على المواقع. طب حضرتك ما فيش، تشوف افلام. طب ما فيش افلام، تشوف كتب، تشوف روايات. بس كتب قصص اطفال صغيره، تبدا بحاجات صغيره، شوف كتب دراسيه، روايات وقصص كنا بندرسها زمان بيدرسوها دلوقتي جميله جدا. فدي اهم حاجه لتنميه اللغه عند الدارس او الطالب، لازم يتكلم اللغة. لازم يمارس النطق. بدليل احنا الطفل الصغير لما بيجي يتكلم
مين اللي بيعلمه سواء لغة عربية أو لغة إنجليزية؟ ما هو بيسمع، بيسمع من الأم. إذا كانت لغة عربية بتقول له بابا أو أب أو أم، إذا كانت لغة إنجليزية فبتقول له باللغة. يبقى اللغة تسمع وبعدين تتكلم. اتفضل حضرتك. تمام. طبعا شيء ضروري ان احنا واحنا بنتعلم اللغه يبقى فيه اهتمام مستمر، يعني طبعا ما سيبش اللغه فتره، لان لو هسيب اللغه فتره خلاص ممكن هتتبخر، يعني حاجات كتير هتقع مني. فمهم ان احنا تكون اللغه حوالينا باستمرار بشكل يومي، من خلال ان احنا مثلا نسمع اذاعات اجنبيه، نسمع قنوات اجنبيه. البعض يقول طب انا اسمع ازاي وانا مش فاهم؟ مش شرط ان احنا نفهم كل حاجه. تمام. احنا بمجرد الاستماع زي ما حضرتك المثال اللي ذكرته، ان الطفل بينشا وهو صغير في بيئه يعني لسه لا دخل مدرسه ولا حاجه، بس حواليه اللغه من كل مكان. تمام. فبيبدا ان هو يلقطها. كذلك الحال بالنسبه لاي لغه اجنبيه، ولذلك الشخص اللي بيسافر بره ممكن ان هو يكتسب اللغه بسهوله ويتعلمها بسهوله. تمام. ليه؟ لان اللغه حواليه من كل مكان. تمام. فبالتالي بيكتسب معرفه جيده بيها وبيبدا ان هو يستخدمها بشكل كويس. في الاماكن السياحيه مثلا بتلاقي الناس ممكن بتشحت باستخدام عبارات اللغات المختلفه، ممكن تقول ده ايه ده، عشان حد بيتكلم كذا لغه. حضرتك ما بيعرفش القراءه، لا يجيد القراءه والكتابه. اه، وينطق كذا لغه ليست لغه انجليزيه طبعا، عشان برضه ما ننخدعش. هو مش شاطر فيها. هو ينطق العديد من اللغات، اكتسبها سماعي بالظبط ورددها. يبقى اذا بياخد الحاجات اللي هي تخصه اللي في ايده. اذا معاليك هو استخدم مهارتين، مهاره الاستماع ومهاره النطق او القراءه او التردد. لكن تيجي تقول له اكتب ما يعرفش. لا مش مشكله. ما بينطق. تيجي تقول له جرامر، مفيش جرامر، هو كلامه اللغه كده ماشيه وخلاص. لا هو ماشي بيتكلم اللغه، اتعلمها استفادها. فحضرتك يا فندم ده ممكن يبقى دارس وخريج جامعه ويروح يقدم في وظيفه او في شغل. اول سؤال بيسالوه بيقولوا له ايه؟ النقطة دي حضرتك مهمة جدا. قولوا له قدم نفسك. يقدم نفسه ويقول له اتفضل اتفضل. في بعض الناس ايه اللي بيحصل؟ ان هي معتقدة ان هي لازم تاخد شهادة في اللغة. تمام. لما حد بيروح مثلا لأي مكان عشان يتقدم لوظيفة مثلا، مش بيقولوا له ورينا شهادتك، بيقولوا له ورينا لغتك. تمام. اتكلم. فالشهادات اللي بتضرب في اماكن معينه ويعني وبعض المراكز اللي هي بتحتال على الناس عشان وتعرقوا وتقول لهم احنا بندي لكم شهادات معتمده، مفيش حاجه اسمها شهاده معتمده في المراكز دي. بص معلم، هو دايما بيبقى فيه حوالي 6 اسئله رئيسيه للتقدم لاي وظيفه، طلب لاي وظيفه. دايما السؤال الاول معاليك يقول له قدم نفسك. ولما بيقول له قدم نفسك بيقدم نفسه باللغه الانجليزيه، ما بيقولوش قدم نفسك باللغه العربيه. انت حضرتك معاك اتصال ولا حاجه؟ الاستاذه اسماء. الو. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا مستر. ازيك؟ اتفضلي. تمام الحمد لله. انا عندي مكان، انا سي او بتاعه اسمه ارابيان بيزنس. الحمد لله بنقدم كورسز ان انجلش كلها فور فري للطلبه والدارسين عموما. تمام. دكتور مستر عبد الحليم بيتعامل معانا بقالنا مده، واحنا شايفين ان في فرصه كويسه جدا ان احنا نستفيد من خبراته، ده غير كمان ان هو بيحاول يوصل لحضرتك ان البراكتس بتكون اعلى ما في اللغه. فانا بس عندي استفسار، يعني المغزى بتاع سؤال حضرتك فين؟ لان احنا بدانا نشوف واحنا عاملين لايف على البيج الخاصه بالاربيان سنتر بتاعتنا. فايه مغزى السؤال تحديدا علشان نقدر نعرف الاجابه؟ لان احنا بيجي لنا استفسارات كتير، يعني حضرتك عايز تسال ايه بالظبط عشان هو يجاوب؟ انا مش واصلني برضو. هي عايزه تقول لسعادتك حضرتك بتساله عن ازاي الطالب يقدر ينمي من اللغه. تمام. فاحنا تم الاجابه عليها من خلال البراكتس المستمره، من خلال النص اللي بيطلعها. من خلال هو يقدر يكون عنده تعليم مستمر من اكثر من مواقع. ولكن حضرتك بنرجع تاني لنفس النقطه، واحنا كان فينا استفسارات كتير جدا على البيت. ايه السؤال؟ هي دي حلقه حواريه طبعا، بيبقى فيها اسئله وفيها برضو تقديم وجهات نظر، فاهمه؟ وفيها اخذ وعطاء، يعني مش شرط ان انا يكون تعاملي في حلقه الهواء او في حلقه البرنامج الحواري ان انا لابد ان انا اطرح سؤال، فاحنا بنتناقش بنتحاور. ممكن انا اقول فكره، هو يقول فكره، ممكن هو يسالني حاجه انا اساله حاجه. هي هو التعامل بالشكل ده. شكرا. عايزه تقول لي معاليك، عايزه تقول لي معاليك ان تم الاجابه على هذا السؤال قبل كده. هي عايزه بس لا، ما احنا ما هو تمت الاجابه ايه؟ تمت الاجابه عن طريق قراءه بعض النقاط من قبل الضيف. احنا بعد كده بقى بنفندها بنشرحها. انا ممكن زي كده لما تيجي تكتبي موضوع تعبير، ممكن تكتبي العناصر الاول وبعد كده بتشرحي نقطه نقطه. فده اللي انا بعمله مع ضيفي. شكرا ليك.
تمام. طبعا يعني زي ما كنا بنتكلم وحضرتك يعني قلت حاجه مهمه جدا اللي هي ان احنا يعني تمام. بقول لسعادتك بقول لمعاليك حوالينا اللغه بقول لمعاليك بعيدا عن الدراسه يعني مثلا ما حد يروح يقدم وظيفه دايما بيسالوه قدم نفسك باللغه الانجليزيه انت ليه جاي تشتغل الشغلانه ديت مثلا كذا سؤال. هل الاسئله هنا بتبقى باللغه العربيه؟ في الدول الاجنبيه السؤال بيبقى عن طريق التليفون الدول الاوروبيه والاجنبيه. تمام. طيب في دول متقدمه شويه غير الدول الاوروبيه يعني نص نص يعني حضرتك معاليك بيبقى السؤال عن طريق الانترنت. هنا عندنا اهل متقدمين يعني سبقنا الناس في الحضاره وفي العلم وفي التقدم بس احنا بنتكلم على استخدام اللغه كوظيفه استخدام اللغه في العمل استخدام اللغه كاكتساب لشغل للشباب يعني حضرتك لازم بيسالوا باللغه الانجليزيه يقدم ابلكيشن وبيكتب الطلب برضو الاعتماد على ان واحد يفكر انه يدرس لغه عشان ياخد شهاده يعني اعتقد دي مش فكره مش طبعا شهاده اللي هو كورس مثلا معين او يحضر كورس معين يعني خلوا التركيز اكتر انكم تتعلموا اللغه اللغه كلغه تتعلموا شهاده تعلم اللغه كلغه اي حد بياخد اي كورسات في اي مكان مثلا بيدخل من ليفل لليفل تاني هو ده بقى اللي كنت بقوله لحضرتك اللي هي باستخدام المستويات ولما قلت لحضرتك ان في شرايط كاسيت وحضرتك استغربت بيدوم في اللي هو في العصر الحالي ما فيش اساسا أنا يعني شرايط الكاسيت دي ما يعرفوهاش الشباب الصغير لا ممكن يعرفوا يقولوا هو ايه شريط كاسيت لا كان موجود حضرتك لحد فتره قريبه ودلوقتي طبعا بقى فيه الفلاشه وغيره وغيره في سيديهات وفي فيديوهات وفي حاجات احدث يعني وانترنت ويوتيوب وكده انما بنقول لحضرتك ان كل مستوى سواء الليفل الاول او الثاني او الثالث ايا كان بيبقى ليه منهج محدد وبرنامج محدد بيدرسه الطالب وبعدين بياخده يسمعه تمام. Can you just give us now some advice in English for those who already know English? Could you just please talk to us, tell us in English now. Let's turn this episode into English. يعني I would to see to my students, he must read, always read English and speak English with others, with his parents, with his classmates, with his teachers, in school, in the university, in anywhere. Because the language... The language? Depends on four skills. Linguistics, language, depends on four skills. Reading, speaking, listening, and writing. إذن يعني يبقى reading حضرتك reading is the most important thing in learning English. Do you use English in classes when you teach your students? Do you use English in classes or do you teach them in Arabic? Yes, of course. Yes. You teach them in Arabic. Have you ever traveled abroad? No. Have you ever tried to communicate with somebody in English, somebody whose first language is English? Yes, of course. We must communicate with others. All right. So, do you ever use dictionaries? انت حضرتك جايبني تختبرني في اللغة الإنجليزية ولا جايبني تسألني عن Do you ever use dictionaries? Yes. What kind of dictionaries do you use? بس انت حضرتك ما جاوبتش على سؤالي الأول. What? أنا بقول لك أنت حضرتك أنا معلم كبير لغة إنجليزية. بدرس اللغة الإنجليزية بقالي 30 سنة للسنة والعام. تمام. حضرتك جايبني تختبرني في اللغة الإنجليزية. ولا جايبني اتكلم عن استخدامات اللغه وفوائدها وطريقه الاستفاده منها بص حضرتك ممكن تكون فهمتني غلط ممكن تكون حضرتك بس اجمل كلامك طب انا هقول لمعاليك حاجه ممكن تكون فهمتني غلط بس هو بس وانا بس لا ايه عشان أنا طبعا أنا بندي طب بس حضرتك للطلاب معلش الفرصه ان هم يعرفوا ان اللغه مهم ان احنا نستخدمها فانا بدي في اخر الحلقه جزء صغير كده عايز حضرتك تسمعني كويس في حاجه مفيده جدا أنا كان المفترض السنة اللي فاتت أو اللي قبلها هدرس اللغة الإنجليزية في القناة التعليمية الأولى. تمام. رحت للمستشارة الأستاذة إيمان. بصراحة نطق حضرتك رائع يعني تستاهل جدا. شكرا يا فندم، الله يبارك في حضرتك. أنا رحت للأستاذة إيمان مستشارة مادة اللغة الإنجليزية في الوزارة. تمام. سعادتك لكونها قالت لي ده إحنا بنعمل اختبار ورقة وقلم، قلت لها آسف شكرا. أنا يكفيني فخرا. طبعا لابد اللغة تستخدم بالكلام. يا فندم. الاختبار لازم يا يكون فندم أورا. احنا يجب أن نرتقي. طبعا يجب ان نرتقي بمعنى طبعا احنا مش عايزين نبقى بلد ورق
ورقه واسئله وسين وجيم. احنا معاليك عايزين نتعلم هي اللغه. نقطه حضرتك اثرتها مهمه جدا وهو استخدامنا للغه مهم ان احنا حتى في التقييم. بس هي الفكره في ايه؟ ان حتى في المدارس بيتم التقييم بالكتابه، فاعتقد ان في النظام الجديد للتعليم النظام ده هيتغير. بص بص حضرتك انا عايز اقول ان احنا نعلم الطلبه بتوعنا ونعلم اولادنا، والاول بنقول لهم شدوا حيلكم، كل سنه وانتم طيبين وما تخافوش، وان شاء الله الامتحانات تمام. انا بس عايز يعني اوضح نقطه معينه. انا طبعا لا اقصد مطلقا ان انا اختبر واحد كبير معلمي لغه انجليزيه، يعني انا ممكن اكون تلميذ حضرتك، لكن الفكره في ان احنا بس كنا بنخصص جزء وقت صغير في الحلقه للاخر ليه؟ عشان الطلاب يشوفوا ان احنا ممكن سهل جدا ان احنا نتعامل باللغه الانجليزيه ونتواصل من خلالها، فارجو عدم الفهم. لا لا حضرتك رائع في اللغه الانجليزيه واحنا بندرسها حضرتك، انا من سنه 84 وانا مدرس. حضرتك دفعة كام؟ بشكر حضرتك جزيلا أستاذ عبد الحليم مصطفى. شكرا. كبير معلمي اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم. مشاهدينا الكرام يعني كنا معكم في رحلة قصيرة اتعرفنا من خلالها على نقاط مهمة جدا ممكن تساعدنا في تعلم اللغة الإنجليزية، وأهم حاجة يمكن ذكرناها من خلال حديثنا إن اللغة تكون مرتبطة بحياتنا اليومية. عندنا مصادر كثيرة جدا، مش محتاجين إن احنا نروح ناخد كورسات وندفع مبالغ مالية طائلة. عندنا وسيلة زي الإنترنت، اليوتيوب، المواقع الكثيرة المختلفة، بتعملوا جروبات مع أصحابكم وممكن تدردشوا معاهم باللغة الإنجليزية. عندكم قواميس إلكترونية، عندكم برضو مكتبات فيها كتب مهمة، فنموا اللغة بكل مصدر ممكن تنموه بها من خلال كل الحاجات اللي احنا ذكرناها من خلال هذه الحلقة. يعني اتمنى انها تكون حلقة مفيدة، وبإذن الله نلقاكم في حلقة اخرى من البرنامج. دمتم في امان. شكرا لكم.